القناة الشارقة الرياضية على النايل سات. شاهد الدورية الإنجليزية. يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بتنزيل جميع القنوات الرياضية على ريس في التلفزيون الخاص بهم حتى يستطيعوا مشاهدة جميع المباريات الخاصة ببطولات الدوري والماتشات المختلفة. ومن أبرز القنوات التي يتم البحث عنها تردد قناة الشارقة الرياضية، تلك القناة التي تحرص على بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي وكأس الأمم الآسيوية والدوري الأسباني أيضا. واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير. تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايلسات، إذ أن القناة لها الكثير من الترددات المختلفة التي جاءت كالتالي. تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي نايلسات. القمر الصناعي نايلسات. التردد 11862. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD. تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي عرب سات. القمر الصناعي عرب سات. التردد 11862. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 3/4. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD. تردد قناة الشارقة الرياضية على القمر الصناعي هوتبيرد. القمر الصناعي هوتبيرد. التردد 11747. الاستقطاب إفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة عالية الدقة. وعن قناة الشارقة الرياضية، فهي قناة إماراتية عربية وتعد من أقوى القنوات الرياضية في الشرق الأوسط بأكمله، إذ أنها تقدم الكثير من البطولات الكبيرة والهامة مثل مباريات كأس الأمم الآسيوية والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الرياضية المختلفة واستوديوهات للتحليل قبل بدء المباريات. ولن تكتفي بتقديم مباريات كرة القدم فقط، ولكنها تقدم الكثير من البطولات الأخرى مثل كرة اليد والسلة.